البروفيسور مثلا أثرت إشكال أنا مرة عن المعجزة، قال البروفيسور كان رده أن مثلا موسى لما يرمي العصا وتتحول إلى حية والحية تأكل الحياة، هذه مو حقيقة ولا تراها في الحقيقة. أنا بالنسبة لي القصص القرآنية كلها إعجازية، عن مريم أن ما عندها أب، عن عيسى وتكلمه بالصقر، عن زكريا ودعائه وأن مرته تحمل في عمر كبير. فهو الموضوع ليس مجرد رد على حيثية واحدة، هو القرآن كله يتكلم عن معاجز، ولكن عن معاجز الأنبياء السابقين. فأنا أريد فهم البروفيسور من أي ناحية يحللها، ليس القصد في رد على حيثية هذه وانتهت القصة. بالنسبة للبروفيسور يتكلم عن القرآن، أن القرآن ليس تاريخ، هو لا يذكر تاريخ. زين، ما هي الرؤية التاريخية؟ هل الرؤية التاريخية هي ما يكتب مثلا، ما هو مستشهد بآثار؟ ما احنا الحين التاريخ الإسلامي مثلا، غالبية الأحاديث والتاريخ الإسلامي كله كتب بعد وفاة الرسول ب 200 سنة، 250 سنة، وكان في العهد الأموي والعباسي. فهو كله معرض لأغراض سياسية، يعني كتب زيف بشكل كبير جدا. فالموضوع هذه المواضيع أنا أريد رؤية أن البروفيسور، أنا لما نسأله أبي ينورني من وجهة نظره، لأن أنا وجهة نظري مقصورة على أمور معينة. أنا أريد أنه يفتحني على أمور، أنه يمكن أنا أقرأ 10 سنين ما أوصل للنتيجة، البروفيسور يقدر يوصلها لي من خلال جمل معينة. صحيح. أنا لا أريد أجوبة اللي هي لسؤال معين، أحتاج فهم رؤية البروفيسور. فاهمك، نعم صحيح. لذلك أقول لك، لما أقول لك دور المرشد، أنا أريد رؤيتك، خبرتك بالحياة. نفس واحد يشتغل في شركة 10 سنين ويجي له واحد من أهله يريد يعلمه، يعلمه شنو على قولتهم الزبدة، الكور، المشكلة صح. اللي هي الأشياء الرئيسية اللي من أساسها تنطلق. أنت خل فكرك بكيفك استنتج، ولكن هذه الأشياء الرئيسية اللي واجب عليك المسير فيها. أكيد هو يعطيك مثل أنت جايب له الخيوط، فهو يعطيك رأس الخيط على أنت من عند أحسنت. تبدأ يعني. نعم. وليش يعني الجامعة ضرورية والمدرسة وإلى آخره؟ يعني هي مجرد تكثف لك يعني تجارب الأجيال مئات وآلاف السنوات، هو مثل يعني يعطيك إياها في محاضرة محاضرتين، بعدين أنت هو يعطيك الصيغة المنهجية، كميات المعرفة تتابعها شخصياً. نعم أحسن. ولا طبعا القيمة اللي هو ذلك يعني الشخص لما يدرس مثل 4 5 سنوات في الجامعة، نعم. كأنما عمليا هو دارس لألف 2000 سنة. نعم. يعني كأساتذة أي واحد يعني صارف له بحياته مثل على الأقل هنا يعني بالجامعات المتطورة ما يعطون المجال للأساتذة في محاضرة إذا ما عنده هو فد تجربة 20 30 سنة نعم من البحث العلمي. فأنت إذا يقول لك مثل في أثناء الجامعة فد 200 واحد، واي واحد هذا مثل هو تضربها انت فيه مثل في 20 30 سنه، فانت عمليا تسمع يعني اراء مجمعه بغضون مثل 2000 سنه عمليا من ناحيه الجوهر، يعني على الاقل من الناحيه المباشره. نعم. ولكن احيانا يعني عند شخص اللي باذل هو جهد مثل 20 سنه هي قد تعادل يجوز احيانا 300 400 سنه عند الاخرين او اكثر، يعني اللي ما لهم علاقه بهذا الجانب والمعرفه. يعني الشخص الجاهل وتجيب لك مليون جاهل، نعم. معارفه كلها في نهاية المطاف ما تصير أكثر من 10 دقائق من عالم كبير. نعم. هذا معناه أن لذلك يعني هذا اللي العبارة اللي تقول المتصوفة من ليس هو يعني إمام فإمام الشيطان أو شيء من القبيل، يعني كل ما المقصود فيها ليس الشيطان وليس كل ما هو أنه الشخص يحتاج إلى من يوجه في بداية الأمور كما ينبغي، من أجل لا يكون أنت تضطر أحيانا جزء تبحث 10 20 سنة وفي نهاية المطاف تتوصل إلى شيء بعدين تظهر أنه هذا مكتشف قبل 100 سنة. نعم. وهذا بالضبط بروفيسور، يعني تصير عمل ما له معنى. نعم. يعني جهود هباء وتتعبد فيها وبإخلاص وإلى آخره، بس لما يكون أنت عندك المرشد اللي يعرف هذه الأمور فذاك الوقت هو يكشف لك هذه الحقائق بحيث أنت يصير توجهك يعني نحو شيء ليس موجودا، يعني يصير اكتشاف. هنا قيمة العلم والمعرفة. نعم. ليس اجترار المعرفة وتكرارها، وإنما البحث عن يعني أشياء جديدة تغني المعرفة، ذاك الوقت يصير العمل والمعرفة إلى قيمة. نعم.
طبعا انت ما بالامكان ان طالب الجميع بهذه النوعيه، هذه مثل مستحيل وغير ممكن. هذه دوما على مدار التاريخ من نتاج افراد معلولين. عندك مليون شاعر يطلع منه فقط واحد، الناس تتردد اقواله على مئات السنوات ولن ينهي. نفس الشيء بالنسبه لكل شيء، مؤلفات التاريخ والادب والفلسفه والى اخره، اشياء تظهر وتندثر، اشياء تبقى، والباقي هو يعني هذا الزبد اللي يسموه يعني زبده الامور. نعم. ما عدا يعني تطاير كانه ما لا شيء. اذا بالحلقه القادمه ان شاء الله طيب انا اخشك في هذه الامور. تعرف كيف افضل شيء حسين؟ بشكل تالي، انت الاسئله اللي عندك تتجمع، نعم، اجمعها واكتب لي اياها وارسل لي، انا اخزنها عندي. نعم والله كيف. نعم. فلما يصير عندي وقت اقدر يعني اختار الاسئله واصنفها بحيث تكون ضمن سياق واحد، يعني مثل اسئله مثل لها علاقه بالتاريخ، اسئله لها علاقه بالدين، اسئله لها علاقه مثل بالسياسه الى اخره. نعم. بحيث يكون الجواب فيها يعني اكثر متكامل اكثر. نعم تمام. حتى السياسه بروفيسور اللي هي الحين غالبية الأمور مو مكتوب بالسياسة كثير بالدول العربية، من الأشخاص اللي أغرالهم يعني أنا عندي حب السياسة والتحليل، وأن كان هو قد يكون ساذج اللي هو فكر السياسي. أصدقائك بالسياسة العلم السياسي لو شنو؟ اللي هو علم السياسة الحالي، السياسة كممارسة وليس فقط كنظرية. يعني شوف هذا أشياء صعبة أقدر أعطي في الكتاب. عموماً افضل شيء في البدايه واحد يبدا بتاريخ الفكر السياسي. نعم. بحيث تكون عندك فكره عن المدارس والمناهج المتعلقه بالبحث السياسي. نعم. هذا ضروري يكون عندك يعني خلفيه نظريه، وبعدين ذاك وقت يكون عندك خلفيه نظريه يعني في هذا المجال، ليس بضروره محترف كبيره. نعم. ذاك الوقت ان تقرا الكتب الاخرى المتعلقه ب مثل أحداث سياسية في بلد معين أو مثل في مرحلة معينة. نعم. فقط بهذا اللي بس ما مثل أنت لو على سبيل المثال تريد تهتم مثل بتاريخ الفكرة السياسية مثل في العالم في التاريخ العربي الإسلامي على سبيل المثال. نعم. فالمفروض شنو يعني تقرأ كتاب إلى علاقة بتطور الفكر السياسي الإسلامي. نعم. ذاك الوقت يصير عندك تصور عام لأنه يعني المدارس اللي مثل الأغلبية الناس يعتقد أنه الفكر العربي الإسلامي السياسي ضعيف. نعم. ما موجود أو شيء من القبيل. طبعا كله كلام يعني ضيق ومسطح وما له علاقة بالمعرفة. نعم. أنا الآن في طور تقريبا شبه أنجزت، بس الآن توقفت لأنه لازم عندي أحد الأعمال بدي أكملها وأخلص من عنده الكتاب عن الفكر السياسي الإسلامي. لا لما أكمله أعطيك من عندنا نصح. بشوف أنا كيف مثل أنا أدرس تطور الفكر السياسي عند الجميع، التيارات الشيعية والسنية والمعتزلة والأشعرية والفلاسفة والصوفية وكلهم. بشوف المدرسة عندك ضخمة هائلة كبيرة، بس ما شنو هم لما يقرأوها يقرأوها أما كأفراد أو يقرأوها كتاريخ، بس ما حد يحللها كفكر. نعم. فأنت إذا مثل يصير عندك تصور رؤية منهجية ذاك الوقت يصير سهل عليك تفهم كثير من الأحداث السياسية نفسها. هو هذا اللي أنا أطلبه بروفيسور، أنك تعطيني المناهج والكتاب اللي أقرأ لهم مثلا كبداية، مثلا توجهني في المجال السياسي أقرأ في هذا المجال. الجيد المرة اللي أنت أكتب لي هاي الأسئلة، والمرة القادمة ممكن أقدم لك يعني قائمة ببعض أسماء الكتب الأساسية في علم السياسة. تمام. ما يسمى بالنظرية السياسية، وأنا طبعا سابقا درستها يعني سنوات طويلة التاريخ الفكر السياسي العالمي، ليس فقط يعني أنا تاريخ الفكر السياسي النظرية السياسية يعني في بدءا من الإغريق ومرورا بالعالم الإسلامي والفلسفات الحديثة في أوروبا وأمريكا. نعم. وكنت على أساس في أيام أفكر يعني أكتب كتاب كبير، بعدين تركت، بس المادة اللي حد الآن عندي موجودة كذا أعتقد فد 600 أو 700 صفحة يعني كاتب حوله، بس ما عندي حتى مجال أرتبه. نعم. بحيث يعني أطبعه. فأنا أقدر أعطيك لكن أسماء بعض المؤلفات اللي موجودة بالعربية بحيث أنت ممكن في العثور عليها وتقرأها. خلاص بروفيسور أنا أزعجك في وقت اللاحق. لا بالعكس. شكرا جزيلا على وقتك. حسب ما اتفقنا الآن تحضر هاي الأسئلة وارسل إياها. صح.
المرة القادمة أكيد نلتقي، وطبعا صار مرتين يعني معك نأتيك وأنا يعني في حال يعني كنت تعبان فيه. يعطيك ألف عافية. في المرة القادمة أنا أختار الوقت اللي الوقت يعني اللي يناسبك بروفيسور، بحيث أكون يعني قوي وجيد يعني إذا ذاك الوقت أجاوب على الأسئلة كمان. يعطيك ألف عافية. يلا تصبح على خير، وسلمي أيضا على هاشم، أنا وعدت على أساس اليوم أتكلم عليه خلاص نسيت أيضا. يسلمك من الشر، يسلمك من الشر. نراكم على خير، في أمان الله. مع السلامة. في أمان الله.